الدولة رحب بالنجم الجميل اللي معطلينه الفنان محمد رمضان. الله يخليك يا قمر. انا ده انت انا حققتي لي حلمي ان انا اشوف جمهوري واخواتي اللي بيحبوني اصحاب الفضل عليا بعد ربنا. فانت بتحققي لي انا حلم مش بتحققه لهم هم حبايبي. دول صحاب الفضل عليا بعد ربنا وهم دول امل البلد وان شاء الله يعني يتخذوا من محمد رمضان عبرا ان يعني من غير الواسطه نقدر ننجح، من غير المحسوبيات نقدر يعني ما نتكلش على او ما نعلقش مشاكلنا على شماعه الظروف وان البلد والاقتصاد. ده انا نجحت في أسوأ فترة مرت بها مصر في حياتها كانت فترة نجاحي. عايز اقول لك قبل ما تيجي كانوا قاعدين هما الاثنين يحكوا لي انت ابتديت ازاي ونجحت ازاي والعربيات بعد عناء شديد ازاي وانواع العربيات ولا ايه يا عمر؟ كان قول له العربية اللامبورجيني يعني ان شاء الله تركب احسن منه. انا ماليش في العربيات بس انا متابع افلامه كلها ومسلسلاته وبحبه جدا بصراحة. حبيبي اكتر مسلسل ايه وفيلم ايه؟ يعني نفسك تبقى زي محمد رمضان في اي مسلسل ولا اي فيلم؟ في قلب الاسد في فيلم ومسلسل اسطوره. مسلسل يا حبيبي الله يخليك محمد. يعني بتحس بايه لما تبقى ماشي في الشارع وكل شيء انت عارف ان في العيد كل الناس عملوا القصه بتاعتك الدقن ولا ثقه في الله؟ ايه ثقه في الله نجاح ثقه في الله نجاح. طيب احنا دلوقتي اون اير على موقع مبتدا وعلى الراديو 90 90. حبايبي مساء الخير عليكم وسعيد بان انا موجود معاكم دلوقتي وتنوروني في المسرح اي وقت. وانا الوصول ليا سهل، انا عندي عنوان ثابت اسمه مسرح الهرم، متواجد فيه طول عمري موجود هنا ان شاء الله. طيب انا بس سؤال للميديا بقى لان كل طبعا تعرف معجبينك بيسالوا اسئله كتير. بعد النجاح الساحق للاسطوره في رمضان دلوقتي احنا في مسرحيه اهلا رمضان، الناس كلها بتسال يعني انت حابب المسرحيه يعني بعد كده هتبقى هنشوفك دايما طول السنه في المسرحيه طبعاً. ولا دي تجربه بالنسبه لك مختلفه وعايز تشوف نفسك في المسرحيه؟ لا مش تجربه، انا بالنسبه للمسرح ده روحي ونفسي. انقطاعي عن المسرح هو عند انقطاع انفاسي مني. مبتدا دوت كوم